أكيد جدري، كيفكم؟ العصفور خبرنا قصة تا خبركنيها عن الحروف الشاطرين. صار في عنا حرف جديد شاطر اسمه فه، كلنا منتذكر إذا عطاها العصفور العود فوق راسه بيكون اسمه ف، مع العصاية ف، مع البكلة فو، مع اللعبة فو، مع العود تحت يلي نقزها في، مع البطة في. منتذكر بس عطى العصفور العود فوق راسه للفه فتحت تمها وقالت ف، بس عطاها العصاية فتحت تمها بصوت طويل كتير وقالت ف، لما عطاها البكلة قالت فو، بس أخذت اللعبة صار صوتها طويل واسمها فو، بس وقع العود تحت إجرها ونقزت صار اسمها في، بس أخذت البطة صار اسمها في صوت طويل، لكن الأصوات القصيرة هن ف فو في، والأصوات الطويلة هن ف فو في. كمان منشوف أشكالها للفه، عنا 4 أشكال، بس تقف بأول الكلمة بتخبي بطنها وبتمد ايدها وبصير اسمها ف متصلة بأول الكلمة، وبس بدها تمسك 2 من أصحابها بتمد الايدتين وبتخبي بطنها وبصير اسمها ف متصلة بوسط الكلمة، وبس بدها تمسك أصحابها وتقف بالآخر بتمد ايدها وبتترك بطنها وبصير اسمها ف متصلة في آخر الكلمة، ولما بتكون واقفة لوحدها بتخبي ايدها وبتترك بطنها وبكون اسمها ف منفصلة في آخر الكلمة.